بشعر أصفر ولوك جديد، مي عز الدين خرجت من عزلتها وحضرت حفلة ليالي سعودية مصرية. وليه كانت مختفية عن الجمهور الفترة اللي فاتت؟ فاجأت الفنانة مي عز الدين الجمهور والمتابعين بحضورها حفلة ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور، فقررت أخيراً تخرج من عزلتها وترجع تحجز مكان ليها مرة تانية على الساحة الفنية وتبدأ تحضر الفعاليات والمهرجانات. فيا ترى ليه مي عز الدين قررت تخرج من عزلتها دلوقتي وليه كانت مختفية عن الجمهور؟ البداية كانت مع حضور مي على الريد كاربت في حفلة ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية، واللي تم فيها دعوة عدد كبير من نجوم الفن كبداية إعلان عن التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية. قررت مي بعد فترة غياب عن جمهورها أنها ترجع تظهر تاني وتشارك في الحفلة بحضورها. ظهرت بإطلالة بسيطة جدا وجذابة، فطلت بفستان أسود بسيط وبلوك جديد عملته لشعرها وخلته باللون الأصفر، وكان كانت مبسوطة جداً في الحفلة ومتفاعلة مع كل اللي موجودين ومنهم الفنان محمد فؤاد، واللي كانت حريصة إنها تحيي ذكريات فيلم رحلة حب معاه، فتصوروا سوا بعد 23 سنة من مشاركتهم مع بعض في الفيلم، خاصة إن دي كانت أول بطولة تشارك فيها مي عز الدين. ظهور مي في الحفلة عمل ضجة كبيرة بين المتابعين والجمهور، خاصة إنها كانت مختفية فترة كبيرة عن الجمهور والمتابعين ومختفية عن السوشيال ميديا تماماً، وده اللي خلى المتابعين والجمهور يتوقعوا إن مي ممكن تكون بتمر بحالة نفسية واكتئاب مخليها تختفي عن السوشيال ميديا وبترفض تحضر أي فعاليات ومهرجانات، وكمان رفضت تشارك في رمضان 2024. وبقى الجمهور عايز يطمن على مي، ورغم سؤال الجمهور عليها لكن مي ما ردتش على أي سبب اختفائها. أما المصادر المقربة من مي أكدت إنها مش بتمر باكتئاب ولا حاجة وعايشة حياتها بشكل طبيعي جدا، لكنها مش من الفنانات اللي بتحب الأضواء طول الوقت، بتحب تحافظ على خصوصية حياتها بعيدا عن السوشيال ميديا، عشان كده مش بتنشر أي حاجة على السوشيال ميديا غير إنها كمان ما بتحبش تشارك أي صور ليها، كمان ما بتحبش المهرجانات ولا الفعاليات زي ما سبق وصرحت أكتر من مرة، لأنها بتحتاج لمجهود كبير في التحضير، ولأن مي كمان بتفضل إنها تقعد في وقت فراغها في البيت مع والدتها، عشان كده ما بتظهرش فيها ولا بتحضرها. كمان مي قررت تكسر القاعدة المرة دي وتحضر الحفلة، خاصة إنها مهمة جدا ولأنها مدعوة بشكل خاص علشان تكون ضمن الفنانين اللي هيحضروا، فحضرت وكانت مبسوطة بحضورها على عكس كل المهرجانات والفعاليات اللي بتقرر مي تكون بعيد عنها تماما. شاركنا برأيك وقول لنا، عجبتك إطلالة مي في الحفلة ولا شكلها اتغير كتير عن آخر مرة ظهرت فيها؟